معانا ام محمود. اهلا وسهلا يا ام محمود. السلام عليكم يا بنتي الغالية، وعليكم السلام يا ام محمود، اهلا بحضرتك. الله يبارك في عمرك يا رب. انا عندي سؤالين مطلعنيش، الله يبارك في عمرك. اتفضلي براحتك يا ام سلام محمود. لفضيلة الشيخ. اتفضلي. بقول لحضرتك، انا ست عندي 61 سنة، واتفاجئت ان ركبتي دي اتهتكت خالص، وما بص ما اعرفش دلوقتي اسجد في الارض. فانا زعلانه قوي على القصه دي، قوي قوي وزعلانه كده، ألف سلامة عليك يا أم محمود. وانا يعني نفسي بقول ان انا صلاتي ناقصه كده مش كامله. وفي حاجه تانية، ان انا اشتريت مقبره انا وابن اخويا وضبتها، ورحنا اشترينا واحده تانية، واحده باسمي واحده باسمه، اللي باسمه انا احنا بعناها. هل ده حرام ولا حلال؟ لا، ايه اللي حرام وحلال بالظبط؟ المقبره يعني جبنا تربه انا وابن اخويا المقبره، تمام. فانا قلت له تعالى هنبيعها، يعني واحده عملناها انا وهو وضبناها وقفلناها، والتانية بعناها. طب ايه المشكلة؟ ايه المشكلة في دي عشان بس نعرف السؤال؟ يعني دي ما فيهاش حرام ولا حاجة، يعني طيب احنا نتاجر في المقبرة يعني وكده. طيب يعني انا انت بعتها لواحد تاجر اللي هو بيشتري المقابر يعني. طب انا ثانيه واحده بس بعد اذن حضرتك يا ام محمود، يعني دي حضرتك محتاج تسالها في لا حاجه. لا 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 خلاص، لا اصل هي الفكره ان هي بتقول باعت، يعني هي جابت حاجه وباعتها. لا، هي تقصد ان هي كان عند خلت مقبرتين اتنين، فهي تكفيها واحده بس فاستغنت عن التانيه فبعت. ايوه، يعني السؤال الشبهه في ايه؟ هي بيقول حرام ولا حلال عشان مقبره، عشان هي مقبره حرام ولا حلال؟ هي دي الفكره تقصدي يعني يا ام بصي يا محمود؟ غاليه، ضميري ان احنا هنشتريها ونبيعها يعني. كانها تجاره كانها تقصدي؟ تجاره، فعايزه اعرفها. ايوه تمام، فهمت قصدك. شكرا يا ام محمود، وربنا يبارك في عمرك وعمر فضيله الشيخ. ربنا يبارك فيك يا ام محمود ويجازيكي كل خير ويشفيكي ويعافيك يا رب. هي تقصد ان هي كانها من باب جايبينها كانه نوع من التجاره، ان أيوة انا جايبه مقبره وبشتري وببيع فيها. دي فيها اي شبهه؟ لا لا لا، مفيش حاجه خالص، لا لا اطلاقا، ما فيهاش اي حاجه اطلاقا. خالص. وان كان الامر طالما انني في غنى واستغناء عن هذه المقبره، اتركها لغيري يستفيد بها. اما اذا كان الامر انني خدت اتنين ويكفيني واحده، زي ما انا فهمت من السؤال كده، ويكفيني واحده واصبحت التانيه دي فائضه عليا مش محتاجها، انا ظبطت الاولى وبقت كويسه ليا ولابن اخويا وهبيع التانيه، مفيش فيها مشكله خالص. اما اذا قصد باب التجاره واستغلال الناس فهذا لا يجوز. لا يعني ايه، ما هي باب التجاره، لكن ليه مش استغلال؟ يعني مش تجاره مش استغلال، لا شيء فيها. لكن تجاره عادي لا 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 زيها زي فيه. اي شقق زي اي عمارات بنجيب وبنبيع. لا شيء فيها، تمام. طالما هي فائضه عنها ومش أيوة. محتاجاها، تمام. مش مشكله خالص، تمام. ركبتها بقى ربنا يشفيها ويعافيها، يعني اسال الله سبحانه وتعالى ان يعطيها الصحه والعافيه وان يمتعها بوافر الصحه والعافيه، اللهم امين. عاوز اقول لها ان ربنا سبحانه وتعالى من عليك بشويه التعب ده همت عشان درجتك عند ربنا ترتفع، وعلشان ربنا سبحانه وتعالى يعطيك الاجر والثواب والمنزله عنده يوم القيامه. فلا تحزني، وصلي بالكيفيه اللي انت عاوزه تصلي بها، ويعطيك الله عز وجل اجر الصلاه كاملا كما لو انك في كامل صحتك وعافيتك. اسجدي خير وبركه، مش قادره تسجدي ما تسجديش، يعني يبقى ايه، ايماء خفيفه كده او ايه، انحناء خفيف جدا، حققي فيه الركوع والسجود، ولكن الاجر والثواب وصلاتك كامله ومقبوله من الله عز وجل ان شاء الله. ربنا يبارك في حضرتك يا شيخ يا فتحي. احنا كنا بنتكلم من اسبوعين كده يا ام محمود على فكره الحكم العطائيه. نعم. يا شيخ فتحي كانت من ضمنها بيقول لك شوفي ربنا اقامك في ايه. وربنا بيبقى عايز يشوف كل واحد في احوال مختلفه، فانت في الحال ده هتصبري، هتحتسبي، استمتعي بربنا في كل الاحوال، واستمتعي بعبادتك في كل الاحوال، وربنا يا رب يشفيكي ويعافيك يا رب. نرجع لموضوع الرحمه، فكره قسوه القلب. يعني الايه ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوه. نعم. ايه المقصود بالمعنى ده؟ انا عاوز اقول لحضرتك ان الايه دهيت رفعت التكليف عن الحجاره، وميزت الحجاره ورفعت من شان الحجاره عن قلوب تبلدت وتحجرت وقست، فلم تتعظ لا بآية ولم تتعظ لا بحديث ولم تتعظ لا بعبرة ولم يدخلها الرفق ولا اللين. فربنا بيقول ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. يمكن ربنا ميز الحجارة اللي من خلالها بترق، والقلوب بتاع بني آدم نوعية معينة من الناس قلوب قاسية، قلوب متحجرة، قلوب لا تلين، قلوب لا تستكين.